سورية جديدة وكبيرة. مناسبة اليوم للمجتمع المدني بعد ما قام المرصد الوطني بإعادة تقرير تقييمي حول الولاية التشريعية العاشرة والتي تناول فيها الوظائف الدستورية للمؤسسة التشريعية من تشريعين ومن رقابة حكومية ومن تقييم للسياسة العمومية بالإضافة إلى وظيفة التمثيلية. هذا التقرير هذا هو مناسبة للقول بأنه للمجتمع المدني دور في إبداء رأيه وفي إعطاء رأيه وفي تقييم عمل مؤسسة دستورية كالسلطة التشريعية وفي القيام بوظيفة الرقابة على هذه المؤسسات. اليوم المجتمع المدني له أدوار دستورية كبيرة بعد دستور 2011 الذي بوأه مكانة كبيرة بالإضافة إلى اختصاصات جديدة تتعلق بالتقييم، تتعلق بالمقاربة التشاركية مع المؤسسات سواء المنتخبة أو غيرها، وبالتالي فالمجتمع المدني له دور كبير، وهذا ما نسعى إليه من خلال هذه الندوة أننا نحاول أو نعمل على خلق هذا الفضاء لتلاقي الفعاليات السياسية والمدنية والأكاديمية والإعلامية من أجل إعطاء واحد تلاقح الأفكار، كل من وجهات نظره وكل من منطلقاته إيديولوجية وغيرها، وبالتالي الوصول إلى توصيات وخلاصات من شأنها أنها تعمل على تجويد العمل البرلماني. طبعا هو لقاء دراسي علمي أكاديمي مهم بالنظر لأهميته وراهنيته، خصوصا على مستوى تقييم التجربة البرلمانية العاشرة. وطبعا هذا التقييم يتم من خلال ثلاث مقاربات: مقاربة المتعلقة بالوظيفة التشريعية للمؤسسة البرلمانية، وكذلك من خلال الوظيفة الرقابية للمؤسسة البرلمانية، وكذلك تقييم السياسة العامة. وأعتقد بأن هذه التجربة البرلمانية العاشرة تميزت بالدرجة الأولى بتنزيل مجموعة من المكتسبات الواردة في دستور المملكة، وطبعا هي كانت غنيه بمجموعه من مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان. واليوم كذلك سنحاول من خلال واحد القراءه السياسيه والقانونيه ان ناخذ بعين الاعتبار مجموعه من المعطيات والاحصائيات الوارده في التقرير الذي اصدره المرصد.